بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، ها نحن من قلب مدينة الدار البيضاء في لحظة غضب، في لحظة نغضب لله عندما نرى هذا الإجرام ونرى الغطرسة ونرى الجبن ونرى النذالة الصهيونية، كيف تغتال القائد المجاهد الشهيد إسماعيل هنية، رحمة الله عليك يا إسماعيل هنية. الرحمة للشهداء والمجد للشهداء، لقد اصطافهم الله سبحانه وتعالى. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ستموت، لكن الله تعالى يصطفي ويختار كل والموت دياله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عزاؤنا واحد. في هذه الوقفة نقدم العزاء، العزاء لكل فلسطين، بل العزاء للأمة الإسلامية في استشهاد الرجل المربي، الرجل الداعية، الرجل السياسي، الرجل زعيم الحركة الإسلامية، الرجل المقاوم، قائد ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس. فعزاؤنا واحد، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الإخوة والأخوات، هذا الطوفان وما نعيشه من أحداث في الحقيقة هو واحد الفارق في تاريخ الأمة الإسلامية، وكيميز لنا بين جوج اختيارات كبرى تعيشها الإنسانية اليوم. اختيار تجسده المقاومة وتجسده دماء الشهداء للانتصار للمبادئ وللتحرير وللحرية ولكرامة الشعوب ولتحرير الأرض وتحرير الأقصى وبناء المستقبل المشرق لهذه الأمة وللإنسانية جمعاء، وينخرط فيه كل أحرار العالم الذين يخرجون في الجامعات الأوروبية والأمريكية وفي العالم العربي والإسلامي في كل قارة العالم. فتحية لكل أحرار العالم، تحية لكل المقاومين، تحية لكل الصامدين على المبادئ، تحية لكل الذين يريدون التحرير والحرية والكرامة. هذا خط، وهو خط الآن يتصاعد، وفي المقابل مع كامل الأسف نجد أن هناك نظام دولي محكوم بموازين القوى. ننظر بموازين القوى البشرية ونقول ما هو المجرم الصهيوني يدخل قلب الديمقراطية الغربية الكونغرس الأمريكي ويستقبل كما استقبل؟ فلعنة الله على أولئك الذين يدمرون هذه القيم الإنسانية، وعلى الذين يستقبلون هؤلاء المجرمون في كل البلاد وكل المناطق التي يريدون من خلالها مع كامل الأسف قتل المروءة ومواجهة الشعوب الحرة التي تتحرك. وتحية لكل أولئك الذين يقاومون من قلب أمريكا ومن قلب أوروبا وفي كل أنحاء العالم، الذين يؤدون بضغطهم وتحريكهم للرأي العام إلى تغير على مستوى الاعتراف بدولة فلسطين في العديد من البلدان الأوروبية. هناك تيار إنساني. ننظر إلى المحكمة الجنائية الدولية وكيف كانت المرافعات من كل أحرار العالم الذين يناضلون بقيم الإنسانية وبقيم التحرر، كيف استطاعوا أن يدينوا الإجرام ويظهروا الإبادة، حرب الإبادة التي تعرض لها إخواننا في غزة. شعب غزة، المرأة الغزاوية، الطفل الغزاوي، كل هؤلاء الصامدون من أبناء فلسطين، تحية لهم وعلى أولئك الذين يسندهم. ونحن في الحقيقة أيها الإخوة والأخوات إننا لنخجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا هذا جهد المقل،
ما نحن بصدده هو جهد المقل. أولئك يضحون بدمائهم، بأبنائهم، بفلاذات أكبادهم، يضحون ليل نهار، ونحن لا حول لنا ولا قوة إلا هذه الوقفات. تحية لكم على هذا الصمود، وأنكم لا تستمعون لكل المخذلين ولكل المهرولين ولكل المطبعين. فرسالتكم واحدة، هي التضامن، هي النصرة، هي الدعم اللامشروط للقضية العادلة، القضية الفلسطينية، من أجل فلسطين، من أجل الأقصى، من أجل غزة، من أجل حارتنا حارة المغاربة، من أجل بابنا باب المغاربة. ولا تنسوا أنه خط مستمر منذ أن كان الشهيد عز الدين القسام رحمة الله عليه. القضية لم تبدأ في الأربعينيات، بدأت منذ أن كان الانتداب البريطاني. حتى لا يشوه التاريخ ولا يزيف الوعي، حذاري من تزييف الوعي. المعركة كانت مستمرة منذ كان الشهداء، فدم الشهيد عز الدين القسام يلتقي بدم الشهيد أحمد ياسين، يلتقي بدم الشهيد عبد العزيز الرنتيسي، وهو يضاف إليهم دم الشهيد إسماعيل هنية. فتحية للشهداء والمجد لهم والخلود. والانتخار الانتخار 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 ويا سارة يا قسام، قلت نخجل مع كامل الأسف، لأن النظام العربي الرسمي لم يكن في مستوى اللحظة. كانت الوقائع والتحليلات، وهذا يقول هي حركة حماس بتيارها الإسلامي، وهذا ينظر إلى القضية بخلفيات محلية وباستحقاقاتهم وهذا القطر أو ذاك، ولم يرتقوا مع كامل الأسف إلى لحظة الوعي التاريخي أنها لحظة النصرة والدعم للقضية، قضايا الأمة. هذا الغرب المتغطرس صنع لنا واقع التجزئة وقسمنا إلى أقطار وأجزاء بعد الاستعمار، وخلق لنا مشاكل بين دولين العربية والإسلامية، وغرس لنا الكيان الصهيوني الغاصب في قلب أمتنا. فلا مجال لهؤلاء ولهذه الأنظمة مع كامل الأسف إلا أن تنتبه أنه لا حل إلا الالتقاء على قبلة واحدة، هي قبلة الأقصى، ولتختفي كل التناقضات الجزئية وقل كل الإشكالات الجزئية أمام القضية المصيرية. القضية المركزية هي قضية فلسطين، هي مدخل لعزة الأمة، هي مدخل لوحدة الأمة، هي مدخل لحياة الشعوب، هي مدخل لكرامة الشعوب، بها تحيا الأمة من جديد. ولذلك أقول لكم هي لحظات فارقة، ودم الشهداء ودماء الشهداء لن تضيع هدرا بإذن الله، بل ستنبت العزة، ستنبت الكرامة في الشعوب، في الأحرار، حتى تتحول بإذن الله موازين القوى، وحتى تنتصر المبادئ والقيم على القنابل والسلاح والدبابات والغطرسة التي تتضخم الآن على مستوى الغرب، لأن هناك موازين القوى وهناك معطيات. لكن مع المبادئ لا شيء يصمد إلا بإذن الله هذه القوة وهذا الصمود الشعبي الذي ينتصر للحق، للعدل، لكل قضايا النصر إن شاء الله. صامدون مستمرون، لعل الله أن يقبل منا، ونسأله أن يقبل الشهداء وأن يداوي الجرحى، وأن يكون للمكلومين، وأن يكون للفلسطينيين والفلسطينيات، هؤلاء الذين يعانون في صمت أمام الحصار، أمام التجويع، أمام مبى الخذلان الرسمي، أمام مع كامل الأسف هذا الانهيار القيم الأخلاقي في المنظمة المنتظم الدولي وفي الأمم المتحدة مع كامل الأسف والولايات المتحدة الأمريكية. الكيل بمكيالين، انفضح الغرب، انفضحت قيم الغرب، هيا لنهضة الأمم من جديد. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.